حابب ان حضرتك تكلمني على اللحظات الاخيره. وانا سمعت ان هو كان بيصور في احد الاعمال، وكان المفروض ان هو عنده فشل كلوي، وكان قايل لهم ان انا هاجي اصور وبعد كده اروح اغسل الكليه مرتين وارجع تاني. لا 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 لا، اولا ده في خلطه. هو كان جاله هذا المرض فعلا، اي، وبعدين في مسلسل اسمه الوريث، وبعدين من اخر اعماله، وهو اخر مسلسل برضه، وبعدين يعني كان المخرج الاستاذ خليل شوقي، وبعدين بيقول المنتج انا عايز حد شبه توفيق الدقن في الدور ده. أيه. فبالصدفه هو كان راح المسرح الجديد، وكان المنتج صديقه الاستاذ مصطفى بركه وقاعد، ومدير الانتاج موجود، فبينقل له الحكايه دي للمخرج الاستاذ خليل شوقي. قال له ليه شبهه؟ ما هو الاستاذ توفيق موجود. قال بيقولوا عيان، ودي قصه تانية بحكيها لك يعني. ايوه دي حكايه عيان دي كتيره قوي عشان ياخدوا منه ادوار مهمه. فهو اللي كان الاستاذ خليل شوقي، فلما قلنا له بقى في، هو بيقول في سفر، قلنا له ده تعبان، وهو قال له انا بغسل مرتين. فقال انا عايزه وانا هرعيه كان انتوا معاه بالظبط. فخده وسافر وعمل المسلسل، ما حدش حس بحاجه خالص نهائي. اما المسلسل اللي كان فيه بقى هنا، هو جات له ذبحه صدريه. أيوة. فهو بيتكلم في التليفون معاهم، بيدوا له الاوردر، كان التليفون الارضي، فبيقول لهم انا عندي سفر الصبح وحاجي، انا رايح المطار الصبح وحاجي واروح على الحاضر حاجي لكم. وهو بيلقف الكلام، بيلقف. فده اخر، دي اخر حاجه يعني. بعدها على طول دخل في غيبوبه بقى ليلتها على طول. اوكي. وقعد يجي 15 يوم وبعدين توفى والله. طيب حضرتك احكي لي عن الفتره الاخيره بقى. عن الفتره الاخيره هو ابتدى يلاقي المناخ اتغير، اصدقاء العمر بداوا يرحلون، فحس ان الايال الجديده اللي طالعه ما عندهاش اهتمام قوي بالقيم الفنيه يعني، الا قليلا يعني. فابتدى يعني حتى في لحظات كده يقول لك انا خلاص انا عايز اعتزل، انا اتصورت كتير وعملت افلام كتير وخلاص كفايه كده بقى. كانه يعني يستشرف القادم ان دوره كده انتهى يعني. فكان عنده عزم على الاعتزال والاكتفاء بما قدم. وتعبه يعني، انا عايز حضرتك تحكي لي على تعبه اخر لا كلام. لا هو ما كانش يحب يظهر تعبه عن اي لاي حد، وما كانش يحب التعاطف ابدا مع مرضه يعني. تتعاطف معه عشان هو مريض دي لا. حتى لما اضطرينا يعني ينزل في على كرسي متحرك من احد ادوار المستشفى اللي كان فيها، فكان زعلان جدا ومستاء، وعشان يعمل اشعه او حاجه يقول الادوار اللي انا ما بحبهاش في السينما بعملها في الحقيقه اهو. يعني ما كانش بيحب ادوار الضعف دي ابدا يعني، يحب ادوار الشر هو بيحبها، وكان بيقول انا بحب الادوار دي. فكان ما يحبش التعاطف معاه ابدا لانه مريض، تعاطف معاه لانه نجم كبير، على انه قدم فنا يقيم الان بشكل محترم، لكن ان هو مريض او سبب شخصي ابدا. تفتكر حضرتك ايه اخر كلامه لحضرتك او وصيته او اخر حاجات اللي كان دايما بيقولها في الفتره الاخيره او كده؟ لا هو كان دايما يعني يقول لي انا ما سبتلكش شيء تخجل منه، ويقول لنا كلنا، ولما اموت ادفنوني بسرعه وكل واحد يروح يشوف شغله، حط ورده حمراء على قبري واقروا لي الفتحه بس من وقت لاخر، لكن لا تخرجوني من هنا ولا تدخلوني هنا ولا اي حاجه من دي. فدي كانت وصيه، كنت انا جنبه في عربيه الموتى، وانا بقيت احرص الناس على اني انفذ الوصيه يعني، قدر حزني وبكائي، لكن كانت الوصيه دي كانه هو بيرددها في ودني لحد ما نفذناها. اكيد حضرتك افتقدت والدك، بس اكتر حاجه وحشتك في باباك، اكتر فعل، اكتر كلمه، ممكن يبقى حتى بيدلعك مثلا او اي حاجه، اكتر حاجه افتقدتها في باباك ايه؟ لا هو كل حاجه. كل حاجه طبعا. هو كل حاجه. ان الاب ايا كان يعني، لو كان شويه عظم في افه كده زي ما بيقول المثل البلدي، لكن هو الاب له اعتباره وله تقدير وظهر وسند وكل حاجه يعني. حتى يعني اذا خدت الاب بالمعنى الواسع بقى،
ساعات انا في الجمعيه بتاعتنا ديت اقول لهم تخيلوا انتوا لو حد من النجوم الكبار كان عايش وشاف الجمعيه دي بتجري في حته الاداء العلني لفنان الاداء لاول مره في مصر، ان يبقى في جمعيه تحصيل اداء علني لفنان الاداء اللي هو الممثل. طب تخيلوا لو معنى الاب بقى الكبير انا باخدها كده، تخيلوا لو الاستاذ فريد شوقي موجود النهارده. ايوه. كان هيعمل ايه للجمعيه دي؟ مع احترامي لكل النجوم الموجودين والاساتذه، لكن يعني الاب ده والمسؤوليه اللي في الاب عموما هي يعني اكتر شيء نفتقده. ربنا يرحمه يا رب. هل حضرتك بكل صراحه بكل صراحه حاسس ان هو اخذ التكريم اللي يستحقه؟ بص بقى، ما دي نقطه مهمه جدا. هو خد وسام العلوم والفنون من الرئيس جمال عبد الناصر سنه 65، وشهاده الجداره في اول عيد للفن من الرئيس انور السادات في عيد الفن الاول، ما معرفش بقى في تاني ولا ايه. يا رب ان شاء الله. بعد كده عدت بقى ميداليات وشهادات تقدير من العلوم. فهو كرم على مستوى الدوله، هو اعلى وسام، وسام العلوم والفنون هو حصل عليه. بس انا بتكلم بعد اذن حضرتك، بتكلم على يعني في الوقت اللي احنا فيه حاليا، الجيل بتاعنا، الحاجات دي كلها، هل حضرتك مثلا مش حاسس، انا بسالك يعني، هل مش حاسس ان هو في وقت كده حاسس انه لا احنا في الالفينات او في الحاجات دي كلها احنا محتاجين انه الفنان توفيق الدقن يكرم؟ وطبعا الناس كلها فاكراه، ديفنتلي الناس كلها فاكراه، بس بشكل معنوي اكتر. هو اتظلم في حته، يعني هو اتظلم حيا في، هو كان له دور في على مستوى المسرح القومي ودور عظيم جدا، ودور في السينما كبير، ودور في الإذاعة، ودور في الدراما التلفزيونية، لكن كان يفتقد المساندة الإعلامية. يعني في وقت من الأوقات كان يجب أن احنا نركز على هذا الفنان لأنه قيمة، وغيره كتير بس أنا بتكلم عليه تحديدا. لكن تعالى نوسع معنى التكريم، بمعنى أن احنا نبص على الفنانين الكبار كلهم والرموز والرواد وكلهم. طيب ما انت عندك قانون هنا من سنة 2002 بيديهم حق أداء علني، وهو تكريم ما بعده تكريم، أن الدولة في شخص المؤسسات المعنية إنها تبص على هذا القانون وتبدأ تطبق. هم بدأوا يعني المنصة الإعلامية قالت، الواتشت قالت، عندنا حقوق مبدعين ومنتجين، وإحنا عملنا الجمعية عشان نبقى مستعدين لهذه اللحظة، فإحنا عايزين الدولة تقف معانا وتبدأ تبص لهؤلاء الفنانين العظماء انهم يعني ده حق ليهم. صح. يعني كان المفروض يبقى موجود من فتره ما ام كلثوم كانت نقيب المهنه الموسيقيه، يعني كان المفروض ان نشتغل على الموضوع ده او الاباء يشتغلوا، ما حصلش. دلوقتي الدوله هي الدوله المفروض تساند جمعيه ابناء فناني مصر في الموضوع اللي احنا ماشيين فيه ده، وده اكبر تكريم. مش هيخلي احنا يعني ابدا اقول لهم دايما ابناء الفنانين لما يعملوا شركه انتاج كبيره هيقدموا ايه؟ فن ده شكله ايه؟ اكيد مختلف عن ما بلومش اوحش، ولان انتوا كمان مع يعني مع عشرين ولا اوحش ولا احسن، لكن له مذاق خاص. ايوه طبعا في مسؤوليه، فن له مسؤوليه. طب هنعمل تكريم شكله ايه؟ هنخفف عن الدوله، هنساعد الدوله في ايه؟ انا مش بقول حفظ التراث، دايما في خلاف، لان حفظ التراث ده عايز دوله، لكن حمايه التراث بقى لا، دي مهمه اللي هم معنيين بالتراث. يعني طبعا ابويا انا حمايه تراثه برضه مسؤوليتي طبعا، حتى لو كان هو جزء من تراث الفني للدوله، لكن مسؤوليه ابن الفنان. طب انتوا ساعدوا الناس دي، الناس دي بتعمل حاجه مهمه، ده اكبر تكريم. لكن على مستوى الدوله الرسمي كرم باعلى وسام علم الفنون. لا كرم، هو لحد النهارده يعني، هو لحد النهارده بيمتعنا يعني بالافيهات وبالادوار، سواء كانت حتى ادوار الشر كلها بيبقى فيه رساله هيدن كده. آه طبعًا كلنا لحد دلوقتي متشرفين بيها، وكلنا لحد دلوقتي ذاكرينها. انت تقدر تقيم الحقبه دي لما كان الاستاذ زكي رستم، الاستاذ محمود المليجي، الاستاذ فريد شوقي، الاستاذ ستيفان روستي، وبعدين هو توفيق الدقن، كل دول كانوا بيعملوا الادوار ديت، وكل واحد في لونه، وتقدر تلاقيهم كلهم واكتر كمان في فيلم واحد. صح. ادي 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 هو 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 دي البيئه اللي هو الفنيه اللي هو طلع فيها، بينافس، مش بينافس، بيشتغل مع العمالقه دول. طبعا حضرتك شرفتني، وحضرتك شرفتني.